3 2 1 اتكلمت معاه وقلت له ايه المانع ان يكون في حاجه زي كده. ادي الفيديو، شاف الفيديو قال لي لا والله ده حاجه انا مش انا ما كنتش اعرف برضو ان انت ممكن في السن ده يعني عندك المهاره والحركه والمرونه كده يعني. فبدا بعد ما كان في الاول يعني شويه متخوف مستغرب مش يعني بدا احس ان هو يتحول لانه يبقى مشجع يبقى مؤيد. بدا هو بنفسه يفكر يتصل لي بانديه وفعلا اتصل بانديه. احتمال انا اقدر اضيف حاجه انا لغايه دلوقتي ما اعرفش برضه. هنشوف اللي هيحصل في المباراه.